متر، هذه تقريبا يمكن ب5 ريال او شيء. يعني هذا ما عندي في خصوص المكتبة. من تحت ما خليت فيه هذا، رفعتها فوق، تلاحظون تقريبا 20 سنتي رفعتها كل المكتبة. لو بغيت تحط شيء جوا هنا، لو بغى الغبار يجي يجلس هنا ما في مشكلة، حيا الله. يعني أي فكرة ثانية تبغى تحطها تحت المكتبة، فيصير في مجال. يعني هذا أخوي ما أدري إيش حاط بطارية. فالفكرة يعني واضحة، ما يبي لها يعني البجيت. فكرة واضحة يا أخوان، ولا يبغى لها يعني أسئلة كثيرة. بعد يوم صلحت الخشب المكتبة، جاء في بالي بصلح لي أشياء، يعني بشوف عارف ولا ما أنا بعارف. فصلحت هذا شوف صبغته بالبلون، يعني هذا شتو هذا الحين، ترى والله يباع في المحلات، أنا مش شايفه، يباع تقريبا 490 شيء زي كذا. يعني تعجبت يوم شفته، فكثير من الفكرة. إيه صلحت هذه طاولة التلفزيون، شوف كيف اللون، شوف يعني هذه تلقاها برا بنفس السعر 400 شيء زي كذا، وهي ما تكلفت، أظنها ما كلفت 120 في شيء.